بالنسبة للحفل اليوم هيدا تقليد سنوي، ونحن بلبنان منعتز بهيك لقاءات وبهيك شباب مثل الأستاذ إلي واللي معه بالحركة، لأنه هن اللي بيعملوا الحركة بلبنان. ما رح نتكل على الدولة هي تجمع المواطنين، ما رح نتكل على بعض المؤسسات هي تجمع، ولكن جمعية الحليل نحن هلأ بالاجتماع هون هو لقاء عم ننطره كل سنة، وعم نلتقى مع الفعاليات ومع الأصدقاء ومن كل الطوائف ومن كل المذاهب ومن كل المناطق اللبنانية. هلأ كان عم بيخبرني أحد الزملاء جاي من بعلبك يعني كرمال يحضر الإفطار الحالي، فنحن منعتز بهالحركة ومنشجعها وكل سنة مننطرها، وإلى المزيد من العطاء إذا الله بيريد.